سيادة النائبة مساء الخير. يعني شفتي الجلسة ازاي؟ في حماس كبير من النواب في الجلسات الأولى، وعارفة ان كان عندك ايضا يعني تعقيب على كلام السيد وزير التعليم العالي. مساء النور يا لميس، وكل الشكر على تسليط الضوء على الحماس اللي موجود جوه تحت قبة البرلمان المصري. واحنا عندنا في التنسيقية بنقول ان احنا في عهد برلمان بمفهوم جديد، ونتمنى يكون ده اللي هيكون راسخ في ذهن الشعب المصري. هو ده اللي احنا محتاجين نتكلم برؤية جديدة معاه. الحقيقة أنا شايفة حماس من التنسيقية كمان، اللي أنا بجيب كتير من التنسيقية بستضيفهم، لأن أنا حاسة بحماس وحماس جيل جديد، فبصراحة سعيدة بيه. أنت من أكتر الناس يا لميس اللي لازم يحس بتمكين الشباب، ولازم يحس والمرأة. بحماس الشباب والمرأة. والمرأة. لا أنا مش شباب يا فندم. طبعا لا لا لا، بس بتحسي بينا والشباب لغاية آخر مدى. أشكرك. الفكرة إن إحنا الحمد لله في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بندرس كويس ملفاتنا اللي بنطلع نتكلم فيها. عهد إن أي حد يقوم يتكلم لمجرد الكلام ده مش هيكون موجود في البرلمان الحالي إن شاء الله. الحديث دايما بموضوعية، النقد البناء، التأييد بدون مزايدة، كلنا بنأدي شغلنا. اللي بيحصل حاليا هو بمنتهى الشفافية العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. طب شفتي النهاردة شفتي بيان الوزيرين إزاي؟ وكلميني على تعقيبك. طيب بالنسبة يعني نمسك بيان بيان، بالنسبة لبيان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبعا بيان منمق جدا ومكتوب بمنتهى الدقة والحرفية والمهنية والناحية السياسية كمان، لأنه كان دايما بيخاطب التساؤلات اللي احنا هنسأل فيها، فهو مكتوب بمنتهى الدقة. عرض الإنجازات كتيرة تمت، ما نقدرش نتكلم في حاجة زي كده، الإيجابي كان كتير جدا. بالنسبة للمداخلة بتاعتي هي كانت نوع من النبض، يعني نقل نبض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. يمكن أنا قبل ما أكون نائبة في البرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فأنا عضو هيئة التدريس في جامعة حكومية، أحتك كتير بزملائي وبأساتذتي وعارفة المشاكل. لو ما عرضناش ده في او تحت قبة البرلمان المصري في اولى جلساتنا، يبقى احنا مش بنوصل نبض الشعب المصري. تمام. ولا بنوصل النبض ده. فكان الحقيقه عندي اكتر من ملاحظه، مع كل الشكر لكل الانجازات اللي قدمها، ولكن كان عندي مسكت موضوع الحاله او الحياه الكريمه المرجوه لاعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه من ناحيه، والنقطه الاخرى هي الكوادر الشبابيه من اعضاء هيئه التدريس والاستثمار فيها، هل تم ولا لا. فبالنسبه للنقطه الاولى، اعضاء التدريس وحياتهم المفترض ان تكون حياه كريمه يستمتعوا بيها، انا كنت شايفه الحقيقه ان الفئه من اعضاء التدريس والهيئه المعاونه هي الفئه الاولى بالرعايه الفتره القادمه، لو احنا محتاجين ننهض مصر ونتصدر العالم، التطوير في كل حاجه والعلم والمان باور والقوى الانسانيه هو من اهم الاشياء. بالرغم ان اعداد هيئه التدريس والهيئه المعاونه زاد ل 120 الف حاليا تقريبا، والميزانيه زي ما قال معالي الوزير زادت ل 65 مليار حاليا 2021، الا ان ما زالت هذه الفئه تعاني، ومعاناه هذه الفئه تنعكس على الفئه التي تقتضي بها او الفئه التي تتعلم منها، فاحنا مش بنقدم لقدام كده. على سبيل المثال لو مسكنا موضوع تكلفة البحث العلمي، أعضاء التدريس مطالبين إن إحنا نقدم أبحاث منشورة في مجلات عالمية ذات معامل تأثير عالي من 5 لـ 8 أبحاث. البحث الواحد مكلف جدا بالمقارنة برواتب أعضاء التدريس. طيب ماذا قال لك الوزير، خاصة أنه دي بتبقى ميزانية يا غادة، يعني ما بتبقاش يعني مش من صلاحيات الوزير الحقيقة، لازم نكون يعني ده حقيقي، دي ميزانية بتجيله من المالية. هو الراجل أكيد أي وزير بيبقى عايز يدي الناس أكبر أجر، يعني مكافآت. احنا ما بنتكلمش على المرتب اكتر ما بنتكلم يا لميس عن مكافآت البحث العلمي، مكافآت النشر، علشان يطلب من اعضاء التدريس ان هم ينشروا في محلات في مجلات عالميه ترفع من رانك مصر او من مؤشر مصر، يبقى انا لازم اقدر اديهم اللي ينشروا بيه. ده بيتبين من جامعه لاخرى،
ده بينعكس تاني على مؤشر الاداء بتاع اعضاء التدريس والقيمه العلميه. انا ما بتكلمش في المرتبات، لكن لما يجي نتكلم في المعاشات لاعضاء التدريس له يعني لمعالي الوزير كل الاحترام والتقدير بتوجيهه التحيه للشهداء من اعضاء التدريس في ظل كورونا، ولكن لو بصينا لمعاشات اعضاء التدريس دي هنلاقيها في حدود ما بين 500 جنيه ل 1200 جنيه. رد الوزير عليكي ايه يا داليا يا غاده؟ غاده سياده النائبه، الو، ايوه سامعاكي، رد الوزير كان عليكي ايه؟ الحقيقه يعني الرد اللي بنقراه في كل مكان ان دي مخصصات ودي ميزانيه، بس يعني اعتقد ان الاوان ان احنا نبحث عن حل. طيب الفتره الجايه بقى انتوا عندكم لسه باقي الوزراء هيكونوا موجودين، انتوا هتكملوا في هذه المناقشات، بكره عندكم مين؟ بكره ان شاء الله وزيره التعاون الدولي وسيد وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. طيب يعني اتمنى انه يفضل البرلمان بنفس هذا الحماس. عايزه احيي النواب الحقيقه كلهم مش بس التنسيقيه، كل النواب اللي متحمسين جدا واللي بيقدموا مناقشات واعتراضات على الوزراء ويعني وبيوصل الموضوع لحد الخلاف، وحد احيانا بيكون في سخونه في الكلام. فالحقيقه لازم احيي النواب على الاداء المتميز، وحيي ايضا الوزراء على رحابه الصدر، لانه الوزراء برضو بيردوا، ويمكن الناس مش متعوده على انه يبقى فيه هذا النوع من النقاش. لا، دلوقتي الوزير هو وزير سياسي، عليه ان يواجه، عليه ان يواجه البرلمان، يواجه النواب، ويكون جاهز وحاضر باجابات على كل شيء. والنهارده الجلستين سواء جلسه وزير التعليم العالي او جلسه الاعلام كانتا جلستان الحقيقه بقدر عالي من السخونه وقدر عالي من النقاش بين الوزراء وبين النواب. بشكرك النائبه غاده علي عضو مجلس النواب وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب على يعني كنا بنناقشها في تعليقها مع السيد وزير التعليم العالي. طيب نناقش بقى، نروح لقضيه